بدخلوا لنا مساعدات وبنموت فيهن. ليش بدخلوا لنا المساعدات؟ مازال في قصف وفي طخ، في طحين وبزلونا يعني فوق الحرب، والهي بزلونا وبنزلوا قاعدين منا شهداء. احنا الناس صارت تسرق عشان تاكل، الناس صارت تسرق والله العظيم ما لكش علي يمين، انا صرت اسرق عشان اطعم اولادي. الناس يعني قلة الأكل وقلة مقومات الحياة في غزة، فإجت هانت تضطر إنه بدها تأخذ يعني لقمة عيشها، الطحين مثلا أقل شيء الحياة الطحين، فلا في طحين ولا في غاز ولا أي مقومات الحياة، فالناس تضطر تعرض حالها للموت والخطر في سبيل لقمة العيش لأهل بيتها يعني. مش قادر اجيب له حليب يعني، ما فيش امكانيات. كمان يعني فترة راح الناس تموت من الجوع، مش يعني من حتى كمان اللي يجي من الحرب القصف تبع اليهود راح يموت جوع، لأن في ناس اليوم على المزابل صارت دور أكلها.